عاش العمر طيب ودفام، زد وصل بين المحبة والوفاء. الأصل عاش العمر طيب ودفام، همزة وصل بين المحبة والوفاء. غالي الشرف غالي بنموت كرماله، سقف الوفاء عالي بعده على الفرح ما بيقهره كتر الحكي، ولولا انجرح بيضل اقوى من البكي. الفرح ما بيقهره كتر الحكي، ولولا انجرح بيضل اقوى من البكي. عمرك حلاوة روح اخلاقك حكاية، طبع الشهم ما بينشر بمال الدنيا، وقت الظلم مثل الصخر ما بينحني. طيب هلا وينك؟ شافت صار العصر والمشرق سكر، راحت على البيت. ايوه الحمد لله على سلامة يا ابو حسن. الله يسلمك، الله يسلمكم. شوفي عمي شوفي. لا ما في شيء عمي، خلص بعدين بعدين. طول امرك معلم. شيخ بدي اسالك، كيف لازم يكون حجاب المرأة؟ يعني شو لازم يبين من راسها؟ والله يا أبو النور، بصدر الإسلام ما كان في شيء اسمه ملاية أو غطاء للوجه. الدين فرض على النساء إنه يغطوا رأسهم، يعني منطقة الشعر، أما إظهار الوجه فلا مشكلة فيه. يعني يا شيخي، إذا نسواننا وبناتنا كشفوا عن وجوههم ما في غلط؟ يا أبو حسن، الآيات والأحاديث واضحة، وشغلة الملاية اجتهاد جديد، يعني عمره مو أكثر من 200 سنة. أما إظهار الوجه ما في مشكلة فيه. بس ليش عم تسأل وهالأسئلة؟ والله يا شيخي، أكترية نسوان وبنات الحارة ما بقى بدهن يلبسوا ملاية، لأنه أكثر المشاكل اللي صابتنا بالحارة من وراء الملاية. يعني لما فاتوا على بيتنا واعتدوا علينا وسرقونا كانوا لابسين ملاية، وهلأ بشغلة المشغل ما حدا عم يقدر يفهم منا شيء. هنائي، يعني انت شفتهم عم يتقابلوا عن جد؟ لك شو بك انت؟ شو بك؟ الله بالعين ما نشاف بس بالعقل نعرف. انه انا بس بدي افهم، شو اخذ على الخستخانة؟ هذا الدكتور مالي طايقه بنوب، بنوب مالي طايقه. لا اخلاق ولا ناموس، مفكر بنات الناس سايبة. روق هنائي روق.
وحياة عينك لا تحلك عظام وطحن قدام أهل الحارة كله. أين الجندي لويس؟ أين الجندي لويس؟ أنا هاي. مرني عمي. عود عمي عود. أحكي لك عمي شو قصتك؟ شفتك فدت ملهوف ورجعت رحت. لا ما في شي عمي، لا عادي. لك عمي احكي لي احكي لي شو ما كان يكون احكي لي. والله كنت عم بقول لحالي يا عمي يعني امتى بتكونوا فاضيين لحتى اجيب خالي ابو حسن وامي لنطلب ايد كريمتكم. اوف شو اللي صار لك عمي؟ من شهر ما كان بدك. مزبوط، هو بتعرف انت لكل وقت في اذان وانا كنت غلطان. ايه لك عمي بس بدك تعطيني وقت، بدي استشير العيله واخذ راي البنت. ايه معك حق. شو عليه؟ عن إذنك عمي. مفقود كابيتان، كان يمشي وراءنا ثم فقد. من هو؟ لسوليدا لويس كابيتان. ولماذا لن ترجع وراءه؟ كي لا نتأخر عنكم كابيتان، ولكن هل تسمح لي أن أخذ دوري وأبحث عنه؟ بالطبع، هيا بسرعة. وي كابيتان. من فعل بك هذا؟ لا أعلم. ماشي تفضل شلدة. يا سيد ساوي صعب كل مرتا عيونك شرف. عسكري فرنسي مشلحينه أواعي ورابطين له إيديه بحبل ولابس طاقية مظهر مفرط من الضحك. مين عمل العملة؟ أكيد يلي مشلح اللي قبله. يا سيدي بيستاهلوا. لك صحيح؟ مو على أساس سعد وكريم هن اللي كانوا يشلحوا الفرنساوي؟ إيه والله، شلون هيك صار؟ يا حبيبي، بكرة بيجوا الفرنساوية بيعملوا شي مع أهل الحارة. يا أبو عثمان، إذا طلبت منك طلب، بتلبيني ولا بتخجلني؟ معقولة أبوك يخجلك؟ عم بسمعك حكيم. ورشة الذهب بدنا نسكرها بمعيتك. يعني أبو النور حطك واسطة؟ لا والله العظيم ما حدا حطني واسطة. شو؟ رح تخجلني؟ أبي الله يرضى عليك، خليك بشغلك وأنا بشغلي. بدك تخجلني يعني؟ قلت لك خليني بشغلي، الله يرضى عليك. طيب اسمع من ابنك، أكيد بده مصلحتك. أنا أدرى بمصلحتي، ما بدي مين يعرفني فيها. لا أنا آسف، لا تواخذني. أصمت أصمت ركي، بكرة بيعرف إنه أبوه هو اللي صح.
يعني ما عندنا غير هالصبي، بدك تزعله كمان؟ شو يعني؟ وافوا على الغلط تبعه؟ أساسا دلالك هو اللي نزعه. حلو والله. عاصني ابني فهمني مصلحتي. هلاقي بهاليومين حيجيب أمه وخاله يطلبوا إيد بوسينة. شو هالحكي أبو النور؟ مو على أساس طالع حكي على أم بوسينة؟ شو اللي غيره؟ حقيقة أنا كمان استغربت. صحيح أنا زعلانة منه، بس أكيد ما رح وقف بدربه. أكيد، ما أنت بتعرفي هنائي مثل ابني. خد رأي بوسينة. منور، البنت ما لها رأي لما نحن منوافق. مظبوط. تفضلوا على العشاء. يلا بنتي يلا. يلا. فعل بك ذلك؟ أقسم لك سيدي بأني لا أعلم. صرت أخجل أن أخبر القيادة عن ضعفكم. أغرب عن وجهي. وأنت أيضا أغرب. حاضر سيدي. تعرض الملك شهريار للخيانة. هي مو خيانة خيانة، بس وسوسة النسوان بالقصر بينت لها خيانة. فكره النسوان قتل مرته، ما عاد حدا من النسوان المملكة كلها يحسن قرب ناحو. مرأة واحدة بس، بنت الوزير. بنت الوزير قالتن أنا باخده على علاته. يا لطيف. قالوا هتصطبلي. بنت الوزير كانت ذكية. أول ما جوزته، أول يوم قبل ما مد إيده عليها لسه، قالت له يا جلالة الملك أعود لأحكي لك هالحكاية. قال له هلا مو في حكاية. قالت له أعود وطول بالك وصلي على النبي. ها حكي له شوف. حكيت له حكاية بتطير طبلات عالي. نص الحكاية عند الحزة واللزة وقفت. كملي؟ قلت ما بكمل. تخيلك يا مولاي، لقد أدرك شهر ذات الصباح. طلع نهار عليها، بكره بكمل لك اياها. قال ايش علينا؟ لا بكره. ثاني يوم كملت له الحكايه. حكيت له حكايه كمان جديده. بنص الحكايه كيف وقفتي؟ كملي. قلت له يا مولاي ادرك شهر زاد الصباح، صار لازم نام انا كمان. طيب لا بكره. أشوف آخر تماعي. كل يوم عند الحزة ولزة توقف الحكاية. كل يوم تحكي له حكاية. لك حكاية ورا حكاية صاروا ألف حكاية وحكاية. بألف ليلة وليلة. خلال هالألف ليلة وليلة صار عندها أولاد. صار الملك أب. صاروا يشوفوا بعض من ناحية تانية. صار يحبها. صارت تحبه ويحبه وتحبه، وعاشوا حياة وكملوا حياتهم مع بعضهم البعض. واليوم راح بحكي لكم أول حكاية حكيتها شهرزاد للملك شهريار.
مساء الخير يا جماعة. أهلين 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 دكتور. دكتور تفضل قعد مكاني. عود شكرا. ما بيصير دكتور تفضل. الله يخليك يا عمي ابن نعيم شكرا. صباح على خير. أهلين دكتور الله معك. سلم لنا على الوالد. الله معك. بلغني أيها الملك السعيد بالرأي الرشيد أن هناك تاجرا كان يمشي في السوق. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. صحتين. يلا ماما غسلوا وطلعوا ناموا. حاضر يا ماما. بسينا. ايه ابي. هنايب هاليومين جاي هو وامه وخاله يطلبوا ايدي. شو هالحكي يا ابي؟ انا ما بدي اتجوز. انا عم خبرك ما عم باخذ رايي. يا ابي من بعد اذنك يعني انا لي رايي. ما اقول لك بنتي تخافي راي ابوك وتطلعي عن شوره. يا عمو بس انا اللي راح اتجوز مو انتو. اذا بتطلعي عن شوري طلع برات البيت ما بقعد بخليكي تطلعي. يا بي انت بتعرف معزتك عندي بس هنائي ما كان منيح معنا وهالجوازة انا ماني راضي يعني عليها لو بدها تكلفني حياتي. حيا وقلي بنال الحكي هنا. بس انا بنت الزعيم ابو النور. بنت ابو النور ما بتخالف شور ابوها. بالك ابن عمي ما بيصير يكبر راسه هيك. ما بيصير بدي اسمع كلمة. بوسينة ما بتطلع عن شهرك ان شاء الله. كأنه كتران جيدكم على الحارة يا جناب الكابتن. شو صاير؟ أقسم بشرفي إذا ما بتضبوا رجالكم لخلي عيشتكم كوابيس. والله نحن رجالنا مضبوبين بس أنت رجالك اللي فلتانين وبدهم ضب. نزل ايدك. وحياتك لا تتبعها على الحركة. وحياتك سولدا عليه. عم تضحك ولا يهمك يا زعيم. كل مين على شغله يا شباب؟ شرفوا شرفوا يا رجال شرفوا. راح الحال وليدوس الحارة. يا بندوح شاي شاي على السريع لك باريتنا. يلا أمرك معلم. شرف عمي أبو النور. الله يعطيكم العافية. الله يخلينا عمي أبو النور. عليكم الشباب الله يعطيكم العافية. شيلوا من بالك عمي شيلوا من بالك. لا لا بسيطة 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 أبو النور. كل شيء بوقته حلو. مظبوط مظبوط عيونك أبو النور. مثل ما قال أخونا أبو النور كل شيء بوقته حلو. صباح الخير. أهلين دكتور. يعطيك العافية. أخي يعقوب نحن بدنا نعتذر منك. بدنا نسكرها للورشة. وشو لك معنا تكرم عيونك؟ أنا في إله أجار شهر. بعدين دكتور هذا ذهب كسر شو نعمل فيه؟ هدول قديش بيسوا؟ 100 ليرة تقريبا. خلص معناته بيعهم وخذ حقهم واعتبرهم أجرتك. الله يعطيك العافية. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور. عقوب روحي حلب. عقوب تعي حلب. عقوب اشتغلي. أقول
هذا الكابتن ما بده يجيبها لبره. يا سيدي ونحن اصلا بدنا ننسحب من اتفاقنا مع الفرنساوي. يا جماعه خلونا نفكر بعقل. طيب شو رايكم قول لهم للرجال حاره الخوخه انه يجوا يجتمعوا معنا؟ اكيد ما رح يرضوا يجوا. وليش لحتى ما يرضوا يجوا؟ مظبوط، ما حدا احسن من حدا. ابو النور انت بترضى تجتمع عندهم؟ اكيد لا، لانه هو المعتدي. حلونا هالقصة وخلصونا. من يومين فتح ورشة داب لحتى ركاني، وحياة هالشوارب ما بركع إلا لرب العالمين. صلي على النبي، صلي على النبي يا أبو النور، بتمن تكبيرنا ولو؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. شو اعتمدتوا يا جماعة؟ شو رأيكم يا رجال؟ خلينا نجتمع المساء بالقهوة وندعي رجال حارة الخوخة يجوا لعنا. أخي أبو نعيم، مور زعيم، تقدر تدعي لعندي بيك اليوم بعد صلاة المغرب لعندك على القهوة؟ على رأسي، تؤمر أمر. تسلم، استغفر الله. يلا يا جماعة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضلوا تفضلوا يا جماعة. السلام عليكم. الله معكم. وعليكم السلام. السلام يا الله معكم. تفضل معك. تفضل تفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل عليكم. تفضل. لا والله العيب ما كان على الحاجة. لا الحر تبي ما بتعلى على الجمل. لكم لا يلا خلصنا أنت وياه. يا ميت اهلا وسهلا، اهلين بالخواجه، شرف. شرفوا. كيفك مسيو؟ الحمد لله. خواجه وين هالغيبه؟ بتعرف كنت رح بيع القطعه اللي عندي. انا امبارح يجي من فرنسا وفورا يجي لعندك. اهلا وسهلا فيك. شو في عندك شي جاهز يشتري؟ والله في عندي كذا قطعه، بس اذا بتطول بالك علي يومين، عندي قطعتين مدللين بدهم شويه شغل. تمام. وليش ما رحت على اجتماع القهوة لك اخي؟ يمينة اختي يمينة. قلبي من الحامد لاوي، انا طايق قلبي من الاجتماعات، خصوصي هذا صاحبكم. قال عزمي بيك؟ خالي لا تحكي على عزمي بيك. معلش بنت اختي، بلا منقود يعني، انا ما بطيقه. طيب معلمك ابو النور الزعيم يعني شو اخباره؟ والله اخباره لا بتسر البال ولا الخاطر. ليش لك اخي؟ والله ابو النور عسلامته. ايه معلوم هو عسلامته. بس لاقطين بنته عم تطلع مع هذا ابنه العزمي اصمت بالسر. يو شو هالحكي؟ مو على اساس افتكار لعصمت؟ ها على اساس. انا قايمه يا جدد الشاي برد. عما اذا هالحكي صحيح؟ مثل ما عمل لك اختي، مثل ما عمل لك، مطبول الدنيا وقايمه لقيامي. بوسينة هي عدوتي، هي اللي عم تصرف قاتم. الله لا يخليني إذا بخليها تتهنى. فشري تأخذ عصمك مني. الله يمسيكم بالخير. أهلين عزمي بيك. وطالما قاعدين قاعدة أهلية بمحلية، صراحة بدنا نعرف مين هاد يلي عم يقتل الفرنساوية. مو نحنا. لك مو انتو قلتوا انه انتو لازم نسلمكم للفرنسي؟ شو بيعرفنا نحنا يا عمي؟ شو بيعرفنا لك؟ شو بيعرفكم؟ مو انتو كذبتوا علينا وعملتوا حالكم ابطال؟ نحنا ابطال عزمي بيه، غصبا عن اللي بيقول ايه وعن اللي بيقول لا. وابطال بشو بقى؟ والله نحنا مشينا الفرنسيين عطارة، بس بطلناها هي القصص. طيب يا جماعه حدا يخبرنا مين اللي عمل هيك؟ اللي عم يعمل هالعمايل من برات الحاره. حلو، معناته ما حدا يبيض علينا مراجين، ومنقول له للفرنساوي انه مو من حارتنا. خلوكم رجال وقولوا انه انتم اللي عم تقتلوا الفرنساويه، وقولكم علينا ما راح نفسد عليكم البنوب. كلام الدوسر! لك شو الوقت التهني؟ كل ساعه والثانيه كلام الدوسر، كلام الدوسر، لك شو اللي دوسره؟ حلمي افندي، انت بدك تبطل تتشفتر علينا؟ انت بدك تتجوز ونخلص منا؟ يا جماعه خلاص خلونا نقول مثل ما قال ابو نعيم، هن مو من عنا. لا قلنا لهم، قلنا لهم وما حدا رد علينا. Yeah.
عن جد بنات حاره الخوخه بلا شرف. شو عم تقولي؟ ما له مقبول بلوب منك يا افتكار. قومي اعتذري. انا بدي اعتذر؟ ومن مين؟ من هالشرشوحه؟ شو هاد يخرب بيت قلبكن انتي وياها وياها؟ اصواتكن واصله لراس صقاق. يخرب بيت قلبكن ولا وحده فيكن رحمانيه؟ كلكن نافخ عليكن ابليس. شبكن مثل العش الحياه يا لافين على بعضكن. شو صاير بالدنيا؟ شوفي معلمتي، هاي الحربايه افتكار بتبزق بالصحن يلي بتاكل فيه، تترك بنات حارتها وبتقعد مع بنات حارتنا، واخر شي شو بتقول عننا؟ انه نحن بلا شرف. طولي بالك ليلى، حقك رح يصل لعندك. عذريني معلمتي، إذا ما اعتذرت أو تركت الشغل نحن ما رح نبقى هون ثانية. أنا ولا بنت من حارة الخوخة إلا عندي حق، وأنا مستعدة أسحب بنات حارتي وجاراتي إذا هالسنكوحة ما بتنقلع من هون. لك شو هاد؟ أنا اليوم بدي سكر المشغل. أنا ما بتحمل بنات بلا أخلاق وبلا مربى. كل وحدة تروح على بيتها تتربى وتتعلم الأخلاق وترجع تشتغل عندي. يلا الله معكم. أنا فرجك يا صادومي. سدي لي حالك. شو صاير؟ شبه المجنونة؟ علمي علمك والله ما بعرف. معناتها أكيد حدا دافشها لتعمل هالعملة. أكيد، بس مين بده يكون؟ مين بيحب العي والدنت الحرام يعني؟ إبراهيم، أمك معلم. وين واقو؟ راح. وين راح؟ رجع على حلب. شلون رجع على حلب؟ الدكتور اسمه صفار حساب وصرفه. كمل شغلك، كمل شغلك. أمرك معلم. سيدي لسه ما شفتوا شيء. أنا ومحسوبك كرمه مثل الزبدية الصيني، منين ما بتنقرنا منرن. بس يعني في بحصة بدي أبزقها بعيد من هون. ما شفنا منك لا أبيض ولا أسود، حرك لي جيبتك سيدي. طيب، اليوم رح أصرف لكم مكافأة، بس بدي منكم شغلتي. شو قلنا سيدي؟ أول شغلة، ما بدي حارة الخوخة والجوزة يتفقوا. هي معروفة وقديمة سيدي، غيره شو بتقصدوا لها حيوان؟ طول بالك سيدي، قصده يقول يعني انتو شعاركم من يوم يومه فرق تسود، والتانية شو سيدي؟ والتانية بدي تعرفولي مين من البنات قتل عساكرنا ومين اللي عم يشلح جنودنا ثيابهم. سيدي تسمحولي لكم شغلة؟ عم قول شو رأيكم تتهمونا انه نحن اللي شلحنا العساكر، وهيك اللي عمل هالعملة بيطلع بيكذبنا وبيكشف حاله. بغابو لك يا ابني ربك، لك يا ابني ربك يا كرمو، وين مخبي هالجواهر بالحر دبه؟ انا ما بدي علاك، بدي اخبار. صرفوا سيدي. حاضر. من تعلينا سيدي. سيدي شو رأيك بحياة اختك من كاسر؟ لك انصرف يا حيوان! بغل! مرحبا بابا. خير بابا في شي؟ ايه
شو هذا اللي عامله؟ شو عملت؟ شلون بتسكر ورشة خيط الذهب وبتصرف الشغيلة أكوب على حلب؟ بابا أنا عملت هيك مشانك. مشاني؟ إيه؟ هذا مو تصرف دكتور، هذا تصرف واحد متخلف. أمي جاهل صغير. طول بالك ابن عمي، خلينا نسمع شو بده يقول. الصغير ما بيسمع كلامه. بابا لو سمحت اهدى وخلينا نحكي. خلاص ولك ليش هيك عملت؟ أصوات أوعك تركيه، درب الست ما يرد. ما عندي غير هالولد، بدك تحرمني منه. خلصنا، خدي شوفها. روح، الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك. كاسة شاي تروقي دماتك فيها. منين بدي روق؟ منين طلعت لنا هالأرقة من على بكرة الصبح؟ والله علمي علمك، ابتكار ما كان يطلع لحس. شو صار لليوم ما بعرف. بس ليلى ما غلطت معها بالحكي. مزبوط حكيك، بس في شي مو طبيعي عم يصير. شو قصدك؟ شو صاير؟ انت بشو عم تفكري؟ هلأ ما بقدر قلك، بس نحنا لازم نعرف شو في وراها لافتكار. معناتها شو رأيك تروحي لعندها وتفهمي منها شو صاير بالضبط؟ لا، أنا خليني للأخير، أنتي روحي التقي فيها بالأول. الله وكيلك طايش حجري. شو رأيك نفتح بكرة ولا نستنى كم يوم لنعرف شو صاير معه؟ خلينا نفتح عادي، بس أنتي اليوم لازم تروحي تشوفيها لافتكار، وأنا رح روح لعند ليلى ورح إلا أنه بكرة بالاستراحة خلينا ما نفتح مجال لا للغنو ولا للحكي. هو هيك معك حق، معناتها أنا بروح لعند افتكار وأنتي روحي لعند ليلى بلا ما نبيتهم على زعل. تفضلي. الله يزيد فضلك وسلم إيديكي. تروني كل سنة مرة حرام، تنسوني بالمرة. زوروني لك حميد. كلي حميد، شو هاد يا النسوان؟ شايف لك ياهم مشوا كلمتهم وقاموا الملاية عن وشهم. بس ما فيها شيء ومو غلط. لك شو ما غلط؟ النسوان هن اللي بيقرروا ولا نحن رجال اللي بنقرر؟ يا سيدي هذا شأن نسائي شرعي، فليقررن به ما يشأن في الشرع. هيك لكان قلت لي شأن نسائي شرعي. منيح يا بي اللي أنا مالي متجوز. بس عندك أخوات بنات مو هيك؟ إيه. اسمع لي هاي لكالة عبد الوهاب، يا بر قل لي رايح على فين؟ يا بر قل، يا بر قل، يا بر قل لي رايح على فين؟ السلام عليكم.
اهلين فريال خالو، تفضلي فوتي. تسلمي لي. قبل ما افوت مين عندكم؟ انا وامي وابي واخواتي وخالي طاووس. ايوه منيح قلتي لي. لا خلينا عم نحكي هون احسن. ايوه ليش؟ شو بدك تحكي؟ بصراحه قليلي، انت شو مشكلتك مع بنات حارة الخوخه؟ والله جماعة عزمي واقفين مع بوسينة لكاية تنفيني وعم يساعدوا ابنه العزمي لحتى يشوف بوسينة بالسر. ايوه شو يعني وشو دخلك انتي؟ انا ما بسمح لحدا يمس بشرفنا. ومين نصبك انتي محامي دفاع عن شرف بنات الحارة؟ هون في رجال وفي كبارية بالحارة، هن يلي بيحكوا بس. اي بس انا ما بسمح. شوفي يا افتكار، اذا بدك تجي على الشغل بكرة ما في لا غنى ولا ردات ولا زلغيط، اذا بدك تعملي مشاكل لا تجي احسن. أنا ما رح أجي ولا بنات عمي جايين، وإذا بقدر ما بخلي ولا بنت تجي على المشغل. إذا طلع بإيدك لا تقصري، واللي ما بيجي بالناقص منه. بالناقص منك أنت. دايمي أخي أنا بلش بدوشة، لازم نشوف لنا حل. شلون يعني؟ شلون يعني؟ مصاري محمود لازم نلاقي لهم دوبارة. شلون؟ اخي بناخذ لنا محل، نترزق الله، حاجة يستوطوا حيطنا اهل الحارة. ايه شو عليه؟ والله يا سعدو انا رأيي من رأيك. بس عم قول يعني بركي سألونا من الكون المصاري او شكوا فينا. انت شو بدك؟ كيف ما غياب نص نهار؟ على اساس رحت على حلب. أمك توفيت على تطلع عمرها وطلع لك ورتي ورجعت عنا والفهم فضلوا العلم. شلوني معك؟ مو على كيفك تقولي ايه ولا لا، هذا ابن عمك يعني هو اولى فيكي. يا بي انا ما بدي اتجوز، بعدين انا اخذه على خاطري من هنائي. ليش بقى؟ مشان قصة امي. هذا مو ذنب هنائي، كل الحارة صارت تقطش وتلحش على سمعتنا. ايه بس هنائي كان لازم يوقف معنا يومه مو ضدنا. والله يا بنتي انتي بتسوي 100 رجال. مين جاينا بالوقت؟ حشوف مين انا يا ابي. شوفي يا ابي شوفي. أنا أهلين عمي أبو حسن. أهلين بوسينة. أبو النور هون بدي أشوفه. إيه هون تفضل عمي. يلا يا كريم. تفضل تفضل يا ميت، أهلا وسهلا. أهلين عمي أبو حسن تفضل. أهلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين أبو حسن شرف. أهلين. أهلا وسهلا. يا رب. خبرية جديدة. خير إن شاء الله تكو. عزمي وابنه عصمت واصله معهم للشيطان الرجيم. خير شو صاير؟ انت بتعرف الورشة الذهب اللي كان عاملها عزمي؟ ابنه سكر ورشة الذهب وصرف الشغيل الحلبي الصايغ اللي كان يشتغل فيها من غير ما يخبر ابوه. ليش هيك عمل عصمت؟ اي والله ما بعرف، غريبة والله. يلا انا مستعجل لازم امشي، بس حبيت خبرك. لك اهلا بابو حسن. الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله معك. ايش يا بي خير؟ شو كان بده منك عمي ابو حسن؟ طلع عصبت ابنه الهلواطي هو اللي سكر ورشه الدار. والله الدكتور عصمت رجال عن حقه حقيقي. انت لا تتدخلي بشغل الرجال، خدي امك روحي انضبي انت وياها. يلا ما حكينا شي يا بي. تفضل. قل لي كابتن، ماذا حصل مع الرقيب جوني في المشفى؟ سيخرج غدا سيدي ويلتحق بالمعسكر. قبل أن يلتحق أريد أن أراه، أريد أن أفهم منه ماذا حصل بشكل دقيق. حاضر سيدي. وبالنسبة لحارات البروكار،
علينا أن نبقيهم على خلاف دائم. سيدي، هم يفكرون بالانسحاب من الاتفاق. دعهم يفكرون على راحتهم. فكرة الانسحاب يجب أن تظل نقطة خلافهم مع بعضهم. حسن سيدي، هناك أمر آخر. ورشة الذهب أغلقها عصمة ابن عزمي. اذهب إلى عزمي بيك وأخبره بأن يفتحها. يجب أن يعود ويفتحها. هذه الورشة قنبلة موقوتة. شو تيتي؟ قوم نام بغرفتي وارتاح، تقبرني وطول بعلك. معلش بضل ابوك. لا تيتي لا، انا رح نام هون بالليوان. نامي انت بغرفتك لا تاكلي همي. لا ايو، شو تنام بالليوان؟ بتاخد برد. تيتي انت بس جيبي لي غطا ومخدي الله يوفقك. اسمع عمي، بتفوت تنام بغرفتي، انا هيك هيك قبل جهجهة الضوء بكون طالع على شغلي. يا عمي انا ما بدي اخذ محل حدا. عمي ما رح تنام غير بغرفتي. لا تاخذ تعطي معي الله يخليك، من بكره بنظبط لك امورك بغرفه ثانيه. خلص مثل ما بدك. ابن الاصل عاش العمر طيب ودفى همزة وصل بين المحبة والوفا.